العربية وقفت مع فلسطين، وأكثر دول نسيتها اكتبوها في التعليقات. أول دولة عربية وقفت مع فلسطين هي لبنان، والثاني دولة عربية هي المغرب، ألف تحية ليهم. والدولة الثالثة اللي بعديها الجزائر، والدولة الرابعة اللي وقفت مع فلسطين هي سوريا، والدولة اللي بعد سوريا مصر، والدولة اللي بعد مصر العراق، والدولة اللي بعد كده الأردن، وبعدها السعودية. وبس أسفل اللي نسيتهم اكتبوهم في التعليقات.